نحن كما ترون الإقبال على التجمعات إقبال بحماس وبطواعية نظرا لاقتناعهم ببرنامج المرشح الحر عبد المجيد تبون نظرا لما قدمه في عهدته السابقة، وأقنع الداخل والخارج، فقام بلم الشمل الجزائريين. وتلاحظوا أكبر دليل لما لاحظناه أثناء زيارته الميدانية إلى تيزي وزو كيف التحم به الشعب في بلد القبائل الكبرى المناضلة المجاهدة. السيد عبد المعاد المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية وهران، حضورنا اليوم يعني والمشاركين اللي نبهوا الدعوة هي يعني كان إقبال لحضور هذا اللقاء فيما يخص الانتخابات لرئاسية 7 سبتمبر 2024، ولقاء خاص يعني بالمتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة وكذلك حتى المجتمع المدني. في هذا اللقاء سوف نعطي لمحة حول إنجازات الرئيس خاصة فيما يخص النشاطات والمواضيع الاقتصادية الكبرى اللي كان أداها في الحقبة الماضية وحتى ما هو في المستقبل القريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا هذا شرف لنا كجمعية للتجار والقوى المنتجة في تلبية الدعوة لأخينا معاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالتنسيق مع منظمة المجاهدين لتدخل هذه المبادرة في إطار تنشيط الحملة الانتخابية المسبقة. كنا حاضرين هنا لمساندة المترشح الحر مجيد تبون نتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله تكون الجزائر بلادنا منتصرة، ونتمنى التنمية والازدهار في مجتمعنا إن شاء الله. على أشرف المرسلين، معكم السيدة تراري كريمة من إطار في متحف المجاهد، من أجل تحسيس المواطنين من مجاهدين ونساء حرائر وهران وشبابنا وتوعيتهم للالتحاق بصناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر. 7 سبتمبر يوم ليس يوم انتخاب، هو يوم انتصار لكل الشعب الجزائري، وتحيا الجزائر مجيدة منتصرة. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم العظيم رانا في منظمة المجاهدين نثمنوا المساندة تاعنا الثمينة بلا قيود ولا شروط لعبد المجيد تبون فارس الجزائر. نقول له دائما ماذا بينك وبين الله، والله كل الشعب وين ما نروحوا. ونعطيك حاجة يا سيدي عمي تبون، نقول لك حاجة، ما نقري جرينا وتعبنا بصح رانا نحسين بواحد الفرحة مانيش عارف انت ماذا بينك وبين الله. اليوم تمت دعوتنا من طرف المنظمة الوطنية للمجاهدين لوهران والمنظمة الحرفيين، وذلك كمنظمة وطنية لحماية التراث الثقافي والتنمية السياحية، مرافقة بالعضو الوطني السيدة هواريه كرواز وتحت إشراف السيد محمد بوتلال. تمت دعوتنا وذلك من أجل مساندة المترشح الحر عبد المجيد تبون.